الأنيميا ونقص الحديد وفقر الدم الناس كتير بتعاني منهم من يوم ما اتولدوا ومش عارفين يعالجوهم. أنا هقولك تعالجها ازاي في دقيقتين، بس ركز معايا. أول حاجة لازم تكون عارفها إن ألف به في علاج الأنيميا هو الأكل، إنك تاخد أكل فيه كمية حديد كبيرة. وهنا بقى انسى المصادر النباتية دي كده وخليها لي على جنب، لأن الحديد اللي فيها صعب جدا يحصل له امتصاص وأغلبنا مش بيستفيد منه، غير إن النبات بيبقى فيه مواد أصلا بتتحد مع الحديد وبتخليه يخرج في الإخراج من غير أي استفادة. فاعتمادك الأساسي على المصادر الحيوانية زي كبد الفراخ أو كبد البقري، يليه اللحمه والفراخ، اخر حاجه عندنا هي السمك. تاني حاجه عندي هي المكملات. الحديد يتعرض مع حاجات كتير جدا، خد عندك بقى اللبن ومنتجاته، اي حاجه فيها كالسيوم، الشاي اي حاجه فيها كافيين وتنن واوكزالات زي الورقيات الخضراء، زي الشاي، زي الحاجات دي كلها. فالمصدر بتاع الاطعمه الحيوانيه اللي احنا قلنا عليه في الاول ده مش بيتعرض مع اي حاجه، الحديد اللي فيه بيمتص. لكن لما نيجي نتكلم على المكملات الموضوع بيختلف، ما تاخدش اي مكمل، دور على شكلين مكملات، لا اما بتاخد الحديد المحمل على احماض امينيه اللي هو اسمه ايرون كيليتد امينو اسيدز، وده بيبقى موجود عندنا لا اما في الفروترون او الفيروجلوبين، او ان انت تاخد حاجه اسمها الحديد اللايبوسومال، وده بيبقى موجود عندنا في نوع اسمه فينكس. تمام، دول افضل اشكال حديد، دور عليهم بقى في اي مكمل حتى مش الانواع اللي انا ذكرتها، وتاخد الانواع دي. الانواع دي بالذات مش بتعمل امساك، خاصه اللايبوسومال مش بيعمل امساك خالص. انا عندي مشكله في معدتي، انا معدتي عندي قرحه، عندي ارتجاع، عندي جرثومه، عندي التهاب، ليستحيل اخد مكمل حديد، لان الحديد معروف ان هو بيعمل اريتيشن، بيعمل التهاب في المعده او شديد على المعده. تعمل ايه؟ تسيبك بقى من المكملات، وساعتها هتاخد حاجه اسمها اللاكتوفيرين، اكياس بيبقى فيها حاجه اسمها اللاكتوفيرين، بتاخد منه تركيز 200 يوميا. اي نوع بقى في الصيدليه فيه 200 نوع، تاخد منه تركيز 200 يوميا بعد الاكل بساعتين او قبل الاكل بساعه، تستمر عليه من شهرين لثلاثه، وبعد كده بتحلل. ده مفيد اصلا لحاله التهاب المعده، مفيد جدا جدا يعني في الحاله دي، وخفيف على المعده وبيحسن حاله بطانه المعده، ولا بيعمل بقى امساك ولا بيعمل التهابات ولا بيعمل اي حاجه. نيجي بقى لجزئيه المده، ركزوا معايا في النقطه دي. الحديد بعرف ان هو ناقص ازاي في التحليل بتاعي. انا بعمل صوره دم الاقي الهيموجلوبين عندي قليل، والاقي في حاجه اسمها الام سي في دي الاقيها قليله، اتاكد ان هانيميا ناقصه حديد، ان انا احلل مخزون حديد او حاجه اسمها السيروم فيريتين الاقيه ناقص. تحت ال 20 انت في الضياع، عندك اعراض بقى انيميا شديده بقى ونهجان وضربات قلب سريعه ومش مركز ومش فايق الحديد يا جماعه مهم، والشعر بقى بيقع والضوافر بتتقطم والكلام ده كله. فاحنا عايزين نوصل الهيموجلوبين للرينج العادي بتاعه، وعايزين نوصل مخزون الحديد يبقى من 50 ل 60. انت لو اخدت الحديد 3 شهور ووقفت، الهيموجلوبين اتظبط بس المخازن ما اتظبطتش، فهينقص تاني. المخازن اللي هو بتاخد منها فاضيه، تعمل كده زي حد عنده معروض بضاعه كتير، ولكن اول ما حد هيشتريه لو المخزن فاضي مش هيقدر يحط معروض تاني. هي دي نفس الفكره. فانت اخدت 3 شهور الحديد، انت عوضت الهيموجلوبين، عوض بقى المخزون، ما ينفعش اقل من 6 شهور، ما ينفعش. دي غلطه ناس كتير بتقع فيها، تخبش على الحديد شهر شهر ونص، الاعراض تبدا تتحسن شويه، الحديد بدا يشم نفسه، يوم موقف اقل حاجه 6 شهور، صدقوني يا جماعه اقل حاجه 6 شهور. قوم بعدها بقى تحلل مخزون حديد، شوف مخزون الحديد وصل لفين، لقيت الدنيا ظبطت على 50 على 60 خلاص وقف، ظبط الحديد من المصادر الحيوانيه بتاعته. اخر نقطه عايزه اتكلم فيها وهي جزئيه ادويه الحموضه. لو انت بتاخد ادويه حموضه، اي نوع حديد بقى انت بتاخده، حتى اللاكتوفيرين، حتى المحمل على احماض امينيه، حتى الليبوسومال، اي نوع حديد ابعده، ابعده عن ادويه الحموضه مش اقل من 12 ساعه. ويفضل ان انت تمشي على نظام غذائي، ظبط معدتك وتخلي ادويه الحموضه اسحبها بالتدريج. ما ينفعش طول حياتك تفضل عايش على ادويه حموضه، اسحبها بالتدريج 3 مرات في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، لحد ما توقفها تماما، وظبط اي حاجه بتتعبك معدتك امنعها، وخلي الحديد بعيد عن ادويه الحموضه بمش اقل من 12 ساعه. طبقوا النصايح دي، وخلي بالكم ان في اسباب بتعمل انيميا وانتم مش واخدين بالكم. لو هي عندكم، انت عندكم انيميا شديده، البواسير، اي نزف بيحصل من الشرج على طول بيعمل انيميا شديده، حتى لو هي نقط على المدى البعيد هيعمل انيميا. جرثومه المعده، اي حد عنده جرثومه معده عنده انيميا شديده. تضخم الطحال، اي مشاكل في الكلى، البنات اللي بيجي لها الدوره الشهريه، كميات عاليه ونزيف كتير وايام كتير، الحالات دي كلها هتلاقي الانيميا عندها شديده جدا، فلازم نظبطها. دي حالات خطر، دي ناقوس خطر كده، ان انت عندك انيميا والحق نفسك. لو انت الهيموجلوبين عندك وصل لارقام بقى زي 7 و6 والارقام دي، نصيحة على طول ان انت هتبدأ تعلق بقى محاليل. احنا كده دخلنا في سكة تانية خالص، حرام 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 الناس اللي بيبقى عندها الانيميا بالشكل ده ولاقيها عماله ماشيه على التمر والبنجر، حرام بجد، لان دي نسبه خطر جدا جدا وهتاثر على الجسم تاثير سلبي، والناس دي ضغطها بيبدا يوطى وبيحصل لها دوخه، يحصل لها مضاعفات خطيره. فرجاء وصلت لنسب زي دي، الحق نفسك بمحاليل، الحق نفسك بحقن عضل، بعد كده امشي 6 9 شهور على الادويه اللي احنا ذكرناها، خد لاكتوفيرين، هو ده اللي هيظبط لك الدنيا. اتمنى يكون الفيديو افادكم.